الحمد لله الذي لا اله الا هو الصلاه والسلام على خاتم النبوه والرساله وعلى اله وصحبه وكل زمانه. عباد الله، هذه المساجد هي ليست الصلاه فقط، النوم الاول الصلاه، ولكنها ادوار اخرى. وانتم تعلمون وترون وسمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد لم يجعله للصلاه فقط، انما جعله الصلاة، وجعله بالتعليم، وجعله بالشورى، وجعله بالأمور الكثيرة. فلماذا لا تستقل المساجد في قراءة القرآن؟ لماذا لا يتفق الناس على الإتيان والقدوم بأبنائهم لإمام المسجد ليعلمهم ويدرسهم القرآن؟ ما ربط هذه المساجد إن لم يكن لها هذا الدور العظيم في تنشئة الأجيال وتربيتهم على القرآن الكريم؟ كيف يكون المسلم إن لم يكن له القرآن وفي جوفه القرآن وفي حياته القرآن؟ لا شيء بدون القرآن عباد الله. الإنسان ينفق الأموال الباقية على أعماله ليتعلم أمورا قد تنفعه أو قد لا تنفعه، قد ينفق فيها أموالا ثم يتركها ولا يستفيد منها شيئا، ربما تنفعه في الدنيا ولا تنفعه في الاخره. ولكن القران يعلمك امورا كثيره تنفعك في دنياك وتنفعك في اخرتك. علم ابنك القران يكون لك اجر، وتكون ممن يساهم في بناء صح هذه الامه، وتكون ممن جاهد وارجع الامه الى سابق عهدها كما كانت في العهود السابقه. القران عباد الله لا بد ان يكون في حياته، والله لن يستقيم الامر، لن يستقيم امر هذه الامه الا بالرجوع الى ما كان عليه اولها. بدا اولها بالقران ولا يعود يعني شبابها واولادها وعقابتها وعزها وكرامتها الا بما بدا به اولها، الله. بالقران جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقران نصر الاسلام، وبالقران ولن تعتز هذه الأمة الآن إلا بالرجوع إلى القرآن وبترك وأن نخلي وراءنا كل ما يمرنا. أي شيء ليس فيه أمر الله تبارك وتعالى وليس عليه أمر الله تبارك وتعالى فهو غضب الله ولا نفع فيه كيف ما كان. إنما الشيطان يزين للإنسان وللمسلمين أن فيه النفع، ولكن النفع الحقيقي وما ينفعك أخي المسلم هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرب والكفار كيف لا كانوا عبر العصور، إنما برامجهم وخططهم يعني مقتصرة على الدنيا، لكن المسلم الموحد بالله تبارك وتعالى، بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعلم علم يقين انه منتقل وراحل الى عالم اخر، الى دنيا اخرى. وانت تريد ان ترحل فان الزاد تريد ان ترحل رحله سعيده موفقه، اين زاد؟ لا رحله بدون زاد ولا سفر بدون ان تكون مستعدا. لا يسافر الانسان عبثا هباء، لا بد ان يستعد، فاستعداده مع بهذه الدنيا وبهذه الامور وبالقران وبالسنه وبعباده الله تبارك وتعالى وبالاتباع الامثل لهم جميعا ان شاء الله. صلى الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لذلك بحب ورضاه. اللهم اجعل من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سنة اوليائك وارحمنا على اعدائك واجب موالاه الولاء والمعادي معاناه الاعداء. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، وتولى امرنا، واغفر باقيه الصالحات اعمالنا. اللهم انا نسالك من خير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله واجله.
شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم بما تحب وترضى، اللهم اعمل على قلوبهم بالتقوى، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اجعلهم يا ربنا من ولاة المهتدين، غير الضالين ولا المضلين، اللهم زينهم بزينة العلم، وكبرهم بكمال العلم، اللهم اجعلهم يا رب على خير خلق من خير سلف، اللهم احفظهم يا مولانا من اهل الشر والفساد والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا الى طريق العزه يا عزيز يا غفار، اللهم صل وسلم على عبادك واقمته حكما في ارضك وبلادك، عبدا خاضعا لجلالك المتواضعا لعز سلطانك وعلو كمالك، امير المؤمنين محمد السادس، اللهم وفقه لمنتهى الصلاه واحكم بها خير الصلاه، اللهم احفظه واحفظ المرجو والمغاربه من اهل الشر والفساد يا رب العالمين، اللهم احفظه في ولي عهد الامير ولي الحسن، واحفظ كافه اولاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.